والله الحمد لله، بس بعد إغاثة الشغل. مثل إيش بعد؟ بعد إغاثة المقرات، ترجع مقرات الشرطة شغل عليهم، ولا الشغل شوي بعده تعبان يعني. الخدمات؟ خدمات ماكو. يعني لا كهرب لا مي، بعد لي حد ماكو. ونحن نطالب من المحلات تجي تفتح حتى الناس ترجع. والدائر مالتنا اذا يرجع شوي حركه الصيام زينه، هذا الشارع شوي صابين حركه، ولا احنا فتحنا يعني حركه شوي احسن، بس الدائر مالتنا اذا يرجع بعد حركه الصيام اقوى. دوائر ايمك تقصدها؟ دوائر الحكوميه، باب السراي، باب الطاب، اذا ترجع الحركه ترجع اضبط بعد. رحب قناه الموصليه، يعني بس الحركه بالدواسه تعادل 20% من قبل داعش، احداث داعش. والسبب الرئيسي يعني اللي نحن نتطرق له انه الجسور اهم شيء، هاي حركه رئيسيه تحيي الايمن، واللي هي الدواسة الجسور. الجسور من تصلح المواطن يعبر بسهولة. أنا من الأيسر قاعد، يعني لو ما شغلي هنا ما أعبر. وثاني شغلة الخدمات، ثالث شغلة الوطني، الدوائر الحكومية ما تجي هنا، البكانات بعيدة، الناس ما تتقرب على الأيمن، يعني كل الثقل ذاتي المحافظة مالتنا بالأيسر. يعني بس الأيمن، جماعة الأيمن عايش شغله، والحكومة خلي تدير بالها على المواطن، المواطن ترى تعب بعد هذا الداعش. ليش يدير بالها؟ يعني ما لا ينطي بس شوية تهتم به. يعني مثلا اكو بيوت المنطقة القديمة او بيوت المتضررة، على الاقل يساعده يعني بالمواد الاولية مع البناء، يزد له وانت كمل من عندك. لان العالم هسه بصراحة الفلوس اللي عاد تجيها ما يريد يصرفوا عليه، يريد يصرفوا على بيته، يستر على اهله، يشتري لهم صوفة، يشتري لهم غاز. الامور هسه العالم اشن بالبدائيات، قبل الانسان تو تخلق يدور على البدائيات الحياة. العالم الايمن ايش صاير؟ هذا شارع الدواسة اللي هو قلب الموصل النابض، واللي مع الأسف ماكو أي اهتمام بالموصل وخصوصا الجانب الأيمن. الخدمات اللي مقدمة نسبتها 10%، قلب الموصل الدواسة، باب السراي، باب الطوب، الدوائر الحكومية اللي بعدها باقي هناك بذاك الجانب، المفروض ترجع. المفروض أكو إعمار. التقصير الواضح هو اللي يأثر على حياة المواطن اللي يريد يعيش، والناس معروفة يعني تريد تعيش بكل بساطة، ما تريد تصعد للسماء. فاحنا نريد اهتمام من الحكومة، من السادة المسؤولين، اللي ما شفنا ولا واحد منهم من فتحنا الدواسة لحد الآن، ما جاء واحد وشاف المشاكل مالنا أو معوزات المواطن. أهم مشاكلكم مشاكل. والله أهم مشاكلنا أنه اهتمام بهذا الجانب الأيمن اللي مع الأسف يعني راح ضحية الحرب. فنتمنى من السادة المسؤولين أنه يخلون الله بين عيونهم ويراعون المواطن بالخدمات، ببناء الجسور اللي هي مثل ما تقول أساسيات البلد. شارع الدواسة من شهر التاسع لحد هذا يومك ما كمل، والسبب يعني أكو إهمال من المحافظ، من الجهات المسؤولة على شارع الدواسة، يعني ضرونا بشكل أكثر مما تتصور. شلون ضروكم؟ والله ضرونا، يعني الشارع صار له 4-5 أشهر وموسم شتاء، نحن يعني عندنا المفروض هسه نحن هذا موسمنا. العفو، قطعوا ارزاقنا يعني من وراء هذا الشارع. وايش ناقص الشارع؟ والله كان تقريبا شغلت 150 متر بس دبلطوا، هاي 5 أشهر ما تبلط من وراء المحافظ ومشتقات المحافظ. ايش الطالب؟ والله نطالب يعني بتحسين الخدمات، نطالب باعاده بناء الجسور. يعني الجسور يعني اهم نقطه يعني بين الايمن وبين الايسر. يعني المشتري، خلينا نحكي واقعيين، يعني ما له، يعني ما مجبور انه ينزل ب 8000 دينار ويرجع ويصرف له 10000، لا، ياخذ من الزور او من غير مناطق من الايسر، فرقيته 10000 يقول لك احسن ما انا انزل وتعب نفسي والجسور مقطوعه. من هذا الباب اذا رجعت الخدمات والجسور راح يساهم في عدد، اكيد اكيد طبعا اكيد، يعني نسبه خلينا نقول 95%، يعني مثل قبل وازيد اذا الله شاء.